السلام عليكم، معكم عبد العمين، رجعنا لكم فيديو جديد من سلسلة المايك لوب. والنهاردة بقى جبت لكم تحدي اسطوري جدا جدا جدا. احنا هنلعب مباراة، لو كسبنا المباراة دي هنفتح 10 باكجات وهنخليهم لينا، انما بقى لو خسرنا المباراة اللي احنا هنلعبها فاحنا هنفتح 10 باكجات، لكن كل لاعب حرفيا كل لاعب هيطلع لي، سواء مين اللي طلع سواء مين اللي طلع همسحه. لو انا خسرت فان شاء الله يكون حظ وحش، ولو انا كسبت فان شاء الله يكون حظ حلو. فممكن نعملها كل اسبوع، ممكن نعمل الفكره دي كل اسبوع لما يطلع لنا مثلا ايكون مومنت كتير زي ده. نفتحهم ازاي؟ هنفتحهم من الماتش. لو احنا كسبنا هنخلي اللعيبه دي، لو احنا خسرنا هنمسح اللعيبه دي. فدي حاجه لازم نكسب عشان نحاول نخلي اللعيبه. خلينا نشوف مين اللي موجود في باكج ليفربول. باكج الايكون مومنت بتاع ليفربول عندنا تشافي الونسو اسطوري، لو طلع وانا مسحته هندم بشكل اسطوري. 10 باكجات لو طلع تشافي الونسو منهم ومسحته فانا هتجنن. وبرضه عندنا مايكل اوين، ياس مايكل اوين حرفيا عنده 21 سنه هنا وممكن يتطور لفوق التسعينات، فوق جامد جدا. فانا لو انا خسرت همسحه، ولو طلع لي برضه عندنا فرناندو توريس، كلهم هيتمسحوا. 10 باكجات ب 10 لعيبه، وانا عارف ان في ناس عايزين اخسر عشان يشوفوني بمسح، لكن ان شاء الله مش هخسر. هنسجل على طول، خلينا نخش على طول ونبدا اول مباراه. وهنخش برضه في البطوله اللي فاضل عليها 55 دقيقه ولسه ما دخلتش، وبيقولوا لو انت دخلت برضه هتاخد جوائز. فنسجل على طول، خلينا نبدا. لو اتعادلنا هنمسح خمسه وهنخلي خمسه. فنسجل على طول المباراه المصريه، ونسجل على طول، خلينا نشوف ايه اللي هنعمله وايه اللي هنقدمه وايه اللي هنسويه. يلا يا رب برطبي يا رب، وقت الواحد ما بيعرفش يلعب. يا رب انا غلبان، يا رب وشك يا رب، عايز اخلي ال 10 باكجات يا رب، مش عايز امسح فرناندو. انا والله حاسس لو انا خسرت هيجي لي فرناندو امسحه، لو انا كسبت مش هيجي لي فرناندو ولا هيجي لي حد، هيجي لي كل اللعيبه المعفنه. يا رب يكون اللعيب ده ما بيعرفش يلعب يا رب. اوكي خلينا نشوف خطته. اوكي عنده كريستيانو، ديل بيرو، لوكاكو، ديونج، بيكهام، ريكارد، وان بيساكا 94، جورجو راما، باكر، بورتو، كايا، ساك. انا دخت من اللعيبه اللي عنده. اوكي مش مهم، ان شاء الله هنكسب وهنخلي ال 10 باكجات. فاوكي قبل ما نبدا المباراه قولوا لي هل الفكره دي عجباك ولا لا، او نعملها كتير بدل ما نفتح باكجات على طول نعمل قبلها تحدي. لو احنا كسبنا هنخلي ال 10 باكجات، لو احنا خسرنا هنمسح ال 10 باكجات، لو احنا تعادلنا خمسه هنا وخمسه هنا. فقولوا لي على الفكره دي لو عجبتكم، كل واحد حالا ينخفض زر اللايك، الفكره دي عليها دعم اسطوري. هيكون في فيديو تاني وفيديو تالت، اضغط حالا زر اللايك ولزق على طول. يا رب نكسب، يا رب ارتب بينا، ارتب بينا يا رب. يلا لا 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 يا ساتر يا ساتر، هو في ايه يا جدع؟ كله بيعمل الجليتش ده، وعند اي حد عنده مبابي يخترقني. لا يا اوكي، انا كمان عندي مبابي. يلا كريستيانو، روح رونالدو يا ساتر. حكم احمينا يا حكم، اخيرا الحكم بقى حبيبي، اخيرا لقيت حكم شريف، اخيرا. يا رونالدو اللي هو يا ساتر، والله مس، والله يا حرام. اوكي والله بكم، يلا كده والله احنا بنلعب على الباكجات هنا. والله مس، والله لو لا 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 مبابي 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 مبابي. ايوه اصفر يا الكرة دي لو جت جول همسح 10 لعيبة يا عم، ركز همسح 10 لعيبة والله، ممكن امسح فرناندو يا غبي. ركز يا غبي، ركز اكسب وهيجي لك فرناندو توريس ان شاء الله اكسب. الله بكم، اوكي ركز. الله مبابي، روح مبابي، كيليان امبابو يا عمي بقى، شوط جينا شايط في الزاوية البعيدة، ادري شوط خليه يشوط في الزاوية القريبة، والله شايط في البعيدة يا عم، انا شايط في البعيدة يا عم يا عم، حرام والله العظيم. والله اوكي تعال واضرب. اوف يلا كريستيانو، يلا يا عمي بيكهام. اوكي يلا روح عليه اضرب يا باس. لا يا جدع، هو بيس يا جدع، امبابي ده يا جدع كل شويه يرفني. يلا طلع يا عم، ايه ده؟ يلا مبابي، يلا مبابي روح، يلا رونالدو يا عم حرام يا عم حرام، رونالدو مش عارف ايه، رونالدو
رونالدو مش عارف يجري، امال مين اللي هيجري ده؟ رونالدو ما جراش. مين انا؟ يا الله يا الله الله بابي يا كريستيانو، كريستيانو ليو ليو امبابي. يا جدع بطل تعمل سرعات للواد امبابي يا جدع، والله بيخوفني. كريستيانو امبابي الله رونالدو شوط يا عم في الجو. يلا امبابي امبابي كريستيانو يا حكا فاول 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 يا عم. يلا يلا احنا مستعودين على الماتش. يلا ليو روح يا عم روح. حرام عليك يا عم والله هنخسر او هنتعادل وهنمسح خمس لعيبه. تعبي يلا كوره مستحيل يا ميسي. يا الله رونالدو ارتقى رونالدو شوطه ريكارد يا غبي. يلا يا حكم اصبر والله انا مش هقابل حتى امسح خمس لعيبه عشان ما انا همسحهم عشوائي. ممكن امسح خمسه ويطلع لي من الخمسه دي فرناندو، يطلع لي تشافي الونسو، يطلع لي مايكرون، والله كلهم حلوين. ركز لان الهدف اللي انت هتضيعه ده ممكن يمسح لك خمس لعيبه، ممكن يمسح لك 10، فركز في اي هدف هتجيبه. يلا كريستيانو روح اديها لكريستيانو ثاني. يا الله كانتي ميسي امبابي استلم. يا حمار انت وقعت ليه؟ حد لمسك يا عم وقع ليه؟ حد يفهمني امبابي وقع ليه؟ الله ريكارد وطاركارد يا صادق. الله 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 على ريكارد الاسطورة يحطها في المحمورة والشباك الاسطورة الاسطورة ريكارد ليتس جو. لا يا الله 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 والله 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 جابها بسن رجله، والله جابها بسن رجله. لا امسك عملك. الحمد لله. اوكي ركز وهنفتح 10 بكيشات وهناخد اللي فيه. اوكي الله كريستيانو اضرب الجول يا طور. لا كمل. طيب لا حرام والله حرام. اوكي بدأنا نلعب حلو ونرجع لمستوانا. يلا امبابي من التاني امبابي يلا الجول. الله رونالدو حكم يحسب فاول يا جدع. حرام عليك يا حتى ابوك. لا الحمد لله لا طلع الله عليك والله عليك يا ابنك يا عالمي. طلع يلا ميسي يلا اليوم امسك ابنك عالمي. اوكي يلا ريكاردو بكامو لكريستيانو. لا الجول ده بخمس لعيبه هتتحسب. الله لا كانت. اوكي كريستيانو دي يلا خلص يا رونالدينو روح. كريستيانو خلص احفظ. يلا كريستيانو خلص. كريستيانو رونالدو خلص الجول هدول كريستيانو رونالدو. هنفتح العشر لعيبه وهناخدهم كلهم. شوف كريستيانو قال له حرام توسع كده انا عارفك هتتاخد ازاي. بوم يا الجول يا بوم. الله خلص ليو يا ريتني شوط بميسي بس عادي، احنا كده ضمننا الفوز وهنفتح العشر باكيجات. الله هات جول كمان رونالدينو ليو ضرب الجزاء هنختم الماتش بضرب الجزاء. بينالتي رونالدينو. يلا معلش يلا عارف ان انت خسران بس معلش هنجيب البينالتي بميسي. يلا الجول ده بميسي، كرة ليو ميسي بالبنانكا. مش مهم يعني ناخد 10 باكجات دلوقتي، هنفتح ال 10 باكجات دلوقتي ويا رب يا رب الحظ يكون حلو بقى. فرناندو توريس اون شوف الونسو واحد بس بقى اطلع زي ما انت كنت هتطلع لي لو كنت همسح. يلا
يا رب يطلع بقى. اوكي للاسف مش ايكون مومنت، لكن هل هيكون كره سوداء من الدوري الانجليزي؟ اوكي كره سوداء رقم اوكي هندرسون القائد من ليفربول من الريز على مود يطلع لنا حلو والله. اوكي بدايه كويسه ودلوقتي هيطلع لنا اللي هو الاسطوره بتاعتهم اللي هو تشافي الونسو اللي بنفس المركز ايكون مومنت. يلا اوكي خاطر اوكي يلا من الدوري الانجليزي هلا تلعن كره سوداء تاني والله الحظ يكون حلو. اوكي يا شباب لو انا كنت خسرت ما كنت هعمل على طول استغناء وامسح اللعيب او اعمل له مدرب، المهم همسحه مش هخليه في الفريق لو انا خسرت، لكن انا كسبت ابو السيده يا عم حرام والله لو كنت مسحته قلت همسح كان هيطلع. اوكي ماتب كل اللي في ليفربول عمال يطلعوا دلوقتي. اوكي يلا الباكج الرابع يا رب بقى هيكون مومنت عليك. اوكي كرة سودة يلا عمي يلا الباكج الخامس الباكج جات الايكون مومنت لليفربول على فرناندو. اوكي كرة سودة ما تقوليش هندرسون تاني خلاص ميعم خلاص. اوكي كده فتحنا خمسة وفضلنا خمسة لو كنا تعادلنا كنا هنمسح واحد وهنفتح واحد يبقى لينا، لكن يا عم اوكي كرة سودة حلوة بقى المرة دي والله الباكج السابع ابو سيدك يلا ما عادش غير اربع باكجات بس يلا يا عم. الباكج اللي بيتعمل على النبي ده يا عم والله بيضحكوا علينا بيه والله لو كنت قايل همسح كان هيطلع يا عم. اوكي هو الفرعون المصري محمد صلاح بوصاله running down the wheel صلاح وطلع لنا هندرسون مرتين يلا ما هيكون مومنت اي واحد من الثلاثه حرام عليه. اوكي كره سوداء ثاني ساديو ماني بقى المره دي اوكي كره سوداء ورا كره اوكي على الجد يا تياجو الاسباني من الارخه تياجو الكانتارا المنطقه الحديثة ليتس جو. اوكي كل اللعيبه دي والله كنت هزعل انا مسحتها كله لا كنت همسح والله هو كنت هزعل جدا لو انا مسحتها. اوكي فاضل الباكجين هل ممكن يطلع منهم واحد بقى واحد من الايكون مومنت بقى يا جدع والله يلا اوكي اوكي اي واحد هيكون حلو اللي ممكن يطلع اوكي مين بيلعب كله اوكي والله لو كنت خسرت كنت امسح والله مستحيل بقى خلاص كسبت. اوكي الحظ بقى حلو. اوكي كمان فاضل كمان باكج يلا اوكي باكج اوكي طلعنا تشافي الونسو حلو جدا. اوكي اخر باكج كرة سوداء نختمها بيها لكن من ليفربول باكج جاهز النهارده اسطوريه والله كنت ازعل لو انا مسحت واحد منهم او كنت خسرت او كنت اتعادلت حتى كنت همسح واحد وهسيب واحد فما كنتش اتوقع بقى مين اللي همسحه ومين اللي هسيبه معاك هتبقى بالحظ. اوكي التحدي ده والله فيه مخاطر فيه خطوره كبيره جدا لان لو انا كنت خسرت
او حتى اتعادلت كان ممكن امسح والله، كان ممكن امسح تشافي الونسو، محمد صلاح، تياجو الكانتارا، اندرسون، مع اني مش حابه لكن طلع لي حالا طلع لي تشافي الونسو. اوكي لو انتوا عايزين تاني من الفكره دي وعندكم اي فكره تانيه شبهها وعندكم فكره احسن منها، كل واحد عايز يضغط زر اللايك بعدين يكتب الفكره تحت في التعليقات. ولو انت مش مشترك في القناه اشتركوا في زر التنبيهات عشان توصلك كل ده على طول. وبس ده كان كل الفيديو، اشوفكم ان شاء الله الجاي. كان معاكم عبدو وتشافي الونسو.